أغنى 10 أشخاص عاشوا على مر التاريخ. إلى أي مدى تعتقد أنه يجب أن تكون ثريا كي تتواجد في هذه القائمة؟ هل بدأت تفكر في أرقام من 10 خانات و13 خانة؟ كان بعض هؤلاء الأشخاص أثرياء جدا لدرجة يصعب فيها تقدير ثرواتهم بأرقام دقيقة. بدأ العديد منهم مسيراتهم بمبالغ متواضعة جدا، وشقوا طريقهم إلى القمة بالعمل الجاد والمثابرة الحسنة. وقد وصل مؤخرا في العقود القليلة الماضية عدد قليل منهم إلى امتلاك ثروات طائلة خولت لهم الانضمام إلى قائمة أغنى أغنياء العالم. إذا تمكنوا هم من فعل ذلك، فلماذا لن نفعل ذلك نحن أيضا؟ أليس كذلك؟ دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نتعلم منهم بعض الأشياء القيمة. ولكن أولا، احرص على النقر على زر الاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات لتكون من الأوائل الذين يشاهدون أحدث فيديوهاتنا على الجانب المشرق. 10. بيل جيتس. يعد ثاني أغنى شخص على قيد الحياة حتى الآن، وتبلغ القيمة الصافية لثروته 95 مليار دولار. فهو من مواليد عام 1955، ولد في سياتل بواشنطن، وكان طالبا متميزا. حصل على أعلى الدرجات في كلية ساتس، مما خول له الالتحاق بجامعة هارفارد. درس القانون لفترة وجيزة، ولكن بعد عامين فقط من ذلك قرر تركها والتركيز على شغفه الأول والوحيد، وهو أجهزة الكمبيوتر. مع صديقه بول آلين أنشأ بيل مايكروسوفت في ورشة عمل صغيرة في مدينة ألباكيركي بنيو مكسيكو، ومن هنا بدأت مسيرته. بحلول عام 1999 وصلت قيمة أسهم شركة مايكروسوفت إلى أعلى نسب لها في التاريخ. كانت ثروة بيل جيتس تقدر بأكثر من 100 مليار دولار لمدة من الزمن. أما اليوم فقد باع جيتس أو وهب معظم أسهم مايكروسوفت الخاصة به، ولا يملك الآن سوى 1% من الأسهم. لكن هذا لم ينقص شيئا من ثروته، ففي عام 2014 أعلن أنه سيتخلى عن منصبه كرئيس شركة مايكروسوفت للتركيز على أعماله الخيرية. وبرفقة زوجته ميليندا يدير حاليا مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي تعتبر أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم. يدعمان من خلال هذه المؤسسة مشروعا لإيجاد لقاح عالمي للإنفلونزا والقضاء على شلل الأطفال وإجراء البحوث في مجال الأمراض العقلية ومرض ألزهايمر. 9. جيف بيزوس. يعد جيف حاليا أغنى شخص في جميع أنحاء العالم، بثروة تبلغ قيمتها الصافية حوالي 160 مليار دولار. أسس جيف شركة أمازون في ورشة عمل في سياتل في عام 1994، ويمتلك 16% من أسهم الشركة، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للشركة. ولد بيزوس في عام 1946 في ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو. بعد التخرج من جامعة برينستون كان أصغر نائب رئيس في شركة استثمار مربحة. كان عمله في غاية النجاح وكان يتقاضى أجرا جيدا، ولكن بيزوس كان يحلم بالعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وفي خطوة محفوفة بالمخاطر ترك وظيفته وبدأ يبيع الكتب على الإنترنت. في عام 1994 وضع بعض أجهزة الكمبيوتر في ورشة عمله، ثم أطلق شركة أمازون. كما أنه يمتلك حاليا صحيفة واشنطن بوست التي اشتراها بمبلغ 250 مليون دولار. ولديه شركة طيران تسمى بلو أوريغون، والتي من المنتظر أن تصنع في يوم من الأيام صاروخاً قابلاً لإعادة الاستخدام للنقل البشري إلى الفضاء. 8. آلان روفس. كان ابن أخ والرفيق العسكري لويليام الفاتح، وقد غنم بما يقدر ب 180 مليار دولار خلال حياته. كان واحداً من أغنى الرجال وأكثرهم قوة في إنجلترا. عند وفاته كان يملك حوالي 7% من إجمالي ثروة إنجلترا. ولد في 1040 ميلادية وأصبح يعرف باسم ألان الأحمر. لقد بنيت قلعة ريتشموند على شرف روفس، وتعد القلعة إلى اليوم مكاناً مثيراً يستقطب السياح. وكان يمتلك أيضاً العديد من العقارات في لندن ونورماندي وبريطانيا، كما أن ويليام الفاتح قد منحه وسام ريتشموند في عام 1071، والذي كان عبارة عن مساحة شاسعة من الأرض، 37 ميلاً من الشرق إلى الغرب و28 ميلاً من الشمال إلى الجنوب. وقد غطت هذه الأرض مساحة كبيرة من إنجلترا، وقد أضيفت إلى ثروته الهائلة. 7. جون دي روكفيلر. كان روكفيلر فاعلا للخير وواحدا من أغنى الرجال في العالم،
حيث بلغ صافي ثروته 341 مليار دولار. ولد في عام 1839 في نيويورك، وكانت بداياته متواضعة جدا، حيث كان ابن بائع متجول. كان بالفعل رجل أعمال بالفطرة منذ أن كان طفلا صغيرا، إذ كان يبيع الديوك الرومية والحلوى ويقوم بأعمال إضافية للجيران. بدأ الاستثمار في مجال البترول في عام 1863، وبعد 17 عاما أصبح روكفيلر مؤسس شركة ستاندرد أويل، وسيطر على 90% من إجمالي النفط المنتج في الولايات المتحدة. كان باستطاعته هزم أي شخص في لعبة الاحتكار الشهيرة بنك الحظ. كان ينظر إليه لمدة سنوات كشريك جشع في مجال الأعمال، ومع ذلك وخلال سنواته الأخيرة تقاعد روكفيلر وركز على أعماله الخيرية. تبرع بأكثر من 500 مليون دولار لصالح المناهج التربوية والدينية والعلمية. وبالرغم من كل تبرعاته المالية، لا يزال أحفاده يعتبرون من أغنى العائلات في أمريكا إلى اليوم. 6. أندرو كارينيجي. كان كارينيجي رجل أعمال ورجل صناعة ورجل أعمال في صناعة الفولاذ، ويمكن القول أنه أغنى أمريكي على مر التاريخ بثروة صافية قدرها 372 مليار دولار. ولد في عام 1835 في اسكتلندا، وهاجر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. عمل كارنيجي في مصنع لفترة وجيزة، حيث كان يكسب دولاراً 21 سنتاً في الأسبوع، ثم عمل في العديد من وظائف السكك الحديدية، وشق طريقه في تجارة السكك الحديدية، ثم غير تركيزه فيما بعد إلى إنتاج الفولاذ. أنشأ شركة كارنيجي للفولاذ التي أصبحت أكبر شركة للفولاذ في العالم. أثارت أعماله ثورة في طريقة إنتاج الفولاذ في أمريكا، وبنى مصانع للفولاذ في جميع أنحاء البلاد، ودفع بالتكنولوجيا لتصنيع الفولاذ بشكل أكثر كفاءة. أعجب الناس بمجهوداته في الأعمال الخيرية والطريقة التي ساهم بها في تشكيل دولة الولايات المتحدة على الوجه الذي نراها به اليوم. 5. مانسا موسى. كان مانسا موسى إمبراطور إمبراطورية مالي الأفريقية الغربية في القرن الرابع عشر. كانت إمبراطوريته واحدة من أكبر منتجي الذهب في ذلك الوقت، وكان الذهب في ذلك الوقت يتهافت عليه الطلب بكثرة. لهذا السبب حصل على لقب سيد مناجم وانغارا. لم يقتصر موسى أبداً فيما تعلق بأسلوب حياته. كان حجه إلى مكة من أعظم القصص التي رويت عنه، والذي كان فخماً لدرجة تسببه في أزمة اقتصادية في مصر. كان مرفقاً بأكثر من 60,000 رجل كانوا جميعاً يرتدون حريراً فارسياً، وتبعه 300 جمل يحمل كل منهم 150 كيلوغراماً من الذهب. ظلت رحلته حديث الناس لعدة سنوات حتى بعد وفاته. يكاد يكون من المستحيل تحديد ثروته بالنظر إلى الكم الهائل من الذهب والأراضي والممتلكات المادية التي يملكها، ولكن بعض الحسابات تقدر قيمة ثروته الصافية بمبلغ 415 مليار دولار. 4. أغسطس قيصر. بعد وفاة عمه الأكبر يوليوس قيصر، حول أغسطس قيصر روما من جمهورية إلى إمبراطورية ليصبح أول إمبراطور حينها. وفي أوج ذروتها اكتسحت الإمبراطورية الرومانية الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 30% لفترة من الزمن. كان يمتلك أيضا دولة مصر بأكملها، وعلاوة على ذلك فقد كانت لدى أغسطس ثروة تقدر ب 4.6 تريليون دولار، أي ما يعادل خمس اقتصاد روما بأكملها. لقد حكم الإمبراطورية ببراعة بفضل دهائه وقوته العسكرية، كما وضع قوانين جديدة تسمح لروما بالتمتع بالأمان لأكثر من 200 سنة، وحرص على استمرارية صمود الإمبراطورية الرومانية لما يقارب 1500 عام من بعده. 3. الإمبراطور شينزونغ من عائلة سونغ. كانت أسرة سونغ الصينية واحدة من أكثر الأسر ثراء على مر التاريخ. كان شينزونغ الإمبراطور السادس لأسرة سونغ، وقد كان يملك ما بين 25% إلى 30% من ثروة العالم. نعم، لقد سمعتني جيداً. كانت الصين في ذلك الوقت تنتج ما يقارب 30% من الناتج الاقتصادي العالمي، وقد كانت حكومة شينزونغ مركزية للغاية، مما مكنه من السيطرة على اقتصاد العالم بقدر هائل. تقدر ثروة شينزونغ بأكثر من 30 تريليون دولار.
كان عالي الكفاءة على المستوى الاستراتيجي مما خول له إنجاز برامج اقتصادية واجتماعية جديدة. أصبحت بذلك إمبراطورية الصين بارعة للغاية في تحصيل الضرائب من السكان وخلق تقدم تكنولوجي مربح. كانت برامجه الاجتماعية تهدف خاصة إلى مساعدة الطبقات الفقيرة وأولئك العاطلين عن العمل وتزويدهم بقروض حكومية منخفضة الفائدة وتصحيح نظام مساواة الضريبية لمساعدة ذوي الدخل المنخفض. 2. جلال الدين محمد أكبر. لقد كان أعظم إمبراطور لسلالة المغولي في الهند. كان يملك 25% من إجمالي ثروة الهند، ويعني هذا أن ثروته تعادل 21 تريليون دولار اليوم. يقال أن إمبراطوريته من أغنى الإمبراطوريات الإليزابيثية، ولقد جلبت له هذه الثروة العظيمة السلطة، ولكن لم تكن بدايته بهذه القوة. ولد سنة 1542 في الهند، وكان من السلالة المباشرة لجنكيز خان. قد تظن أن هذا يعني أن جلال الدين محمد أكبر ولد في محيط خول له الحصول على ثروته الطائلة، ولكن والده قد أبعد عن عرشه وكان ما تبقى لهم بالكاد يكفي للعيش. هكذا قضى جلال الدين محمد أكبر طفولته. تمكن والده من استعادة السلطة في 1555، وقد توفي بعد فترة وجيزة من ذلك. ورث جلال الدين محمد أكبر المملكة ولم يتجاوز عمره حين ذاك 14، وقد بناها من الألف إلى الياء. لقد حصل على ولاء المئات وتولى توسيع مملكته لتغطي تقريبا كامل شبه القارة الهندية. لقد كان قائدا عسكريا ناجحا إلى حد كبير، وقد كان يشبه الوحوش في غزواته، لكنه كان أيضا يمتلك جانبا كبيرا من التعاطف في مجالات أخرى. كان معروفا بخصاله الدينية الراقية وحبه للفنون. 1. جنكيز خان. يعتبر جنكيز خان أحد القادة العسكريين الأكثر نجاحا على الإطلاق، كما أنه أيضا أغنى رجل على مر التاريخ. لكن جنكيز خان لم يكن لديه الكثير من المال إذا جاز التعبير، فلقد تمكن من جمع ثروة على شكل أرض. عاش جنكيز خان بين 1162 و1227، وقد كان قائد الإمبراطورية المنغولية. عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما فقط، بدأ في توحيد القبائل البدوية في الهضبة المنغولية. بعد ذلك ذهب لغزو الأراضي الكبيرة في آسيا الوسطى والصين، وقام أحفاده بتوسيع الإمبراطورية، وتمكنوا من التغلب على بولندا وفيتنام وكوريا أيضا. وعلى الرغم من أن أساليبه في قهر وهزم الأمم الأخرى كانت بلا شفقة ولا رحمة، فقد نجح في بناء أكبر إمبراطورية فوق سطح الأرض وعلى مر التاريخ، بثروة بلغت مئات التريليونات من الدولارات. بامتلاكه لهذا الكم الهائل من الأموال، فمن المحتمل أنك اعتقدت أنه سيعيش في قصر ضخم، ولكنه وجد راحته في العيش بصورة متواضعة. لم يقم ببناء قصور لنفسه، ولم يكن لديه معبد ولا حتى منزلا. ففي عام 1227 دفن ملفوفا بكفن مثل أي شخص عادي. من منهم حسب رأيك أنفق ثرواته بحكمة أكثر؟ ماذا كنت ستفعل لو كنت تمتلك مليارات الدولارات؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه، ولا تنسى النقر على زر الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.